بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تحويل الأفلام والمواد الإذاعية باللغة العربية إلى نصوص مكتوبة يمكن استخدامها في أغراض متعددة. على سبيل المثال، يوجد لدي هذا الفيلم اسمه براي وامتداده MP4، بيحتوي على نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. هذا الفيلم نضغط كليك يمين لنرى خصائصه Properties. هذا الملف امتداده MP4 واسمه Pray. نرغب في تحويل هذا الملف النص الموجود بداخله وهو نص الدعاء إلى نص مكتوب. يمكن عمل ذلك باستخدام الكود التالي، لكن قبل البدء بكتابة الكود بنفتح نافذة التيرمينال وبنقوم بتثبيت مكتبة Speech Recognition، فنكتب pip install speech recognition ونضغط مفتاح ادخال انتر، بيقوم بتثبيت المكتبة، لكن اعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة سابقة. بنقوم بتثبيت المكتبة التالية، بنكتب ايضا pip install speech recognition وبنضيف المكتبة اسمها موفي بايثون ونضغط مفتاح الادخال انتر، بيقوم بتثبيت المكتبة، لكن هنا ايضا اعطاني رسالة requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة سابقة. نغلق نافذة تيرمينال ونبدأ بكتابة الكود التالي. اكتب هنا import ونستورد مكتبة speech recognition ونعطيها alias name اسم بديل مثلا SR. بدل ما اكتب speech recognition داخل كود هستخدم الاسم البديل لها SR، اي تشير الى speech recognition library. في السطر الثاني بكتب import movie استورد مكتبة movie.editor واستخدمه كمحرر as mp، وايضا استخدم لها alias name اسمه mp. موفي إديتور يعني محرر أفلام، يعني أحول الملف بأي امتداد عندي إلى امتداد مثلا ويف لكي أستخدمه في كود بايثون. في السطر الثاني أفتح متغير وليكن هذا المتغير اسمه كلاب يساوي، وأستخدم هنا الموفي إديتور، فبكتب الاسم البديل له mp.videofileclip وأفتح brackets وأكتب المعامل R واخد هنا single quotation واكتب اسم الملف اللي موجود عندي على القرص وهو pray.mp4، اسم الفيلم اللي انا هاخد منه الدعاء النصي. بعد كده بستخدم المتغير clip.audio.write audio file، يعني اكتب لي ملف جديد باسم جديد وافتح هنا brackets واكتب R واخد ايضا single quotation واكتب pray اسم الفيلم dot، وانا احوله هنا بامتداد ويف لكي يسهل التعامل معه في اكواد بايثون. بعده بفتح متغير وليكن هذا المتغير R يعني به recognition او recognizer، فبدل ما اكتب كلمة recognizer بكتب R كمتغير، وانا حر اكتب اسم المتغير كيف ما شاء، واكتب هنا SR اللي هو الاسم البديل لـ Speech Recognition واخد منها الـ Message Recognizer واخد Brackets فارغة. انزل السطر اللي بعده
وافتح متغير مثلا وليكن اسمه اوديو بيساوي sr.audiofile، يعني استخدم هذا الملف اللي موجود كفيلم اللي انا وضعته حالا او حولته اللي هو اصبح converted حالا الى wave، واشير له اسم الملف هنا، فباخد single quotation واقول له خد الملف اللي انا حولته pray.wave وليس mp4، انا خلاص حولته الى ملف wave. بعد تحديد الاوديو اللي موجود عندي يجب ان انا احوله الى اوديو فايل داتا، يعني ملف بيانات نقدر نستخدمه من خلال جوجل. فبكتب الامر التالي with audio as source كمصدر للبيانات هاخده هنا، وبعدين اكتب كله، وبعدين اكتب audio و_underscore file يعني حوله ملف داتا عندي يساوي r اللي هو اسم recognizer dot record، وحد الريكورد هنا انه يسجل من السورس الملف اللي انا حولته حالا اللي هو الاوديو حولته الى ويف. بعدها من اول السطر بستخدم هنا عبارة try كمصدر اخطاء، وافتح مثلا t كمتغير يشير الى التكست النص يساوي، هيعمل دلوقتي extracting للتكست اللي موجود داخل الفيلم، فبنكتب هنا r اللي هو recognizer واستخدم منه المسد recognize من جوجل، استخدم هنا السيرفيس الخاصة بعملية ادراك الصوت الموجود داخل المادة الاذاعية او الفيلمية من الملف الداتا اللي انا كتبته حالا هو الاوديو فايل، وبعدها اخد كومة واحدد اللانجوج اللغة يساوي، واكتب هنا single quotation واقول له اللغة عربي داش، واكتب هنا عربي كابيتال. بعدها بطبع النص، ممكن اطبعه فبكتب هنا print t. بعدها ممكن ان انا احفظ هذا الملف داخل ملف في نص، فبكتب هنا f كاسم file يساوي، واستخدم الميثود open، وافتح هنا اسم ملف واكتبه بين تنصيص، يعني مثلا اكتب text dot text، يعني حول هنا افتح لي ملف اسمه text dot text، وبعدها اخد كوم واحدد المود اللي انا هفتح به هذا النص، فبكتب المود ايه مثلا append، لانه ممكن اضيف لاكثر من مرة، فاضع هنا المعامل ايه معناها append، وبعدين اخد كومة، وبعدها بحدد الكود اللي انا هكتب بيه، لان انا هكتب باللغة العربية، فبكتب هنا encoding يساوي، وحدد بين تنصيص utf-8، يعني استخدم الترميز utf-8 لان ده ترميز غير اللغة الانجليزية، يجب استخدام معاه هذا الترميز. في السطر اللي بعده بقوم بتحويل المحتوى النصي واكتبه داخل الملف اللي انا فتحته حالا، فبكتب f اسم الملف النصي دوت، واستخدم منه الميثود write lines، واكتب هنا اللاين هنا السابق اللي استخرجته في المتغير t اللي انا عملته في السطر اللي هنا. هنا بعطيه امر ان يلتقط التكست اللي سابق اخذته في السطر العاشر ويحوله ويكتبه داخل الملف النص. بعد كده بقوم بغلق الملف النصي، فبكتب f.close. هنا بقى ممكن ان احنا نتعرض الى اخطاء اثناء التنفيذ، وان يكون هناك لغة غير مفهومة، فهنا لازم نستضعف في exception، فبنكتب هنا except sr. واخد هنا unknown value error، يعني ان وجدت هناك قيمة خاطئة اثناء التنفيذ اي شيء غير مفهوم، استخدم هنا ك يو مثلا هنا unknown، يعني هنا خطأ غير مفهوم، print اطبع لي يو، وانا رمزت هنا unknown value error ب symbol او رمز هنا يو، يعني بدل ما اقول له اكتب او اطبع sr unknown value error فبختصرها هنا بيوم. وايضا ممكن يكون عندي exception تاني، فاخد هنا except، اخد عندي sr dot، لو عندي هنا
خطأ في الاتصال بالشبكة أو بخدمة جوجل، فهنا خطأ في الريكوست. قول له مثلا هنا ريكوست ايرور، ريكوست ايرور، وهنا اديه الياس نيم مثلا از ار، واخد كله واكتب له هنا برنت ار. اصبح الكود جاهز الان لعملية تحويل فيلم اللي اسمه pray.mp4 لكي يستخلص منه النص الموجود داخل الدعاء ويكتبه لي ويحتفظ به داخل ملف اسمه text.txt. نضغط run ونرى النتيجة. بيقوم هنا بعملية تحويل الملف pray.mp4 أم بتحويله إلى pray.wav. دي الخطوة الأولى، وأعطاني هنا رسالة movie python-done، يعني تمت عملية تحويل الملف إلى ويف. بعدها أنتظر، وبعد الانتهاء من التنفيذ نجد أنه تم طباعة النص الموجود داخل الدعاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ويمسي، وباقي الدعاء كما نرى هنا في نافذة الأوتبوت. بنفتح المشروع، بنجد هنا فيلم وبجانبه هنا الفيلم بامتداد ويف كما نرى، عمل لي كرييتنج لملف نصي اسمه تكست. بنفتح الملف النصي واجد هنا الدعاء بداخل الملف النصي. تم عمل اكستراكتنج اي سكرابنج اي استخلاص هذا النص من داخل الفيلم وكتابته، وبالتالي ممكن هنا ان نحول افلام النص الموجود داخل اي فيلم الى نص مكتوب. يعني مثلا لو عندي كونفرزيشن محادثه داخل الفيلم يمكن استخلاصها بهذا الكود وكتابتها في مذكرات. يعني مثلا طالب عنده محاضره وتم تسجيل المحاضره ويرغب في كتابه نص المحاضره، فبالتالي يمكنه تسجيلها باي امتداد ثم تحويل هذا الامتداد هنا داخل هذا الكود واستخلاص النص الموجود داخله وحفظه داخل ملف نصي، استخدامه في اي اغراض مثل الترجمة او كتابته في نص صحيفة او مجلة او توثيق هذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.